السلام عليكم خوتي خواتاتي وعواشر مباركه. اليوم ما غادي نتقاسم معكم لا وصفه ولا روتين. هذا الفيديو ماشي محتوى القناه، جيت نترحم معكم وبغيتكم ترحموا معايا على الاخت قناه شهيوات نينا بلوغ مقيمه بايطاليا اللي ودعت الحياه. نترحموا عليها كلنا ونهزوا كفوفنا لله. بغيت اي واحد سواء كنتي اختي او خويا تدعي مع هاد السيده في هاد الايام وهاد الشهر المبارك والايام المفترجه عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بقاو اخوتي في الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كامله صباح خير وعلى خير. توحشتوني عارفه. نتمنى تكون اموركم هانيه، سنه سعيده ان شاء الله تكون دخلت عليكم كاملين بالصحه والسلامه، باش ما تمنيتوا يا ربي وليداتكم بخير، عائلتكم بخير، ما علينا. اما بعد، اليوم هذا الفيديو غادي يجيكم غريب شويه. علاش؟ حيت اولا انا شحال هذه اكثر من 3 شهور 4 شهور وانا غابره. دابا جالسه كنتفرج وكنقرا في الميساجات اللي كتصيفطوا ليا سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب، اللي كيبنات كيسولوا فيا علاش غبرتي علاش غبرتي، وانا نقول والله ندير لكم هذا الفيديو ونقول لكم علاش غبرت. لان هذه المره السبب ديال الغياب حاجه زوينه، حاجه دعيتوا معايا بها كاملكم، حاجه كلشي كيسولني عليها، يعني حاجه زوينه ماشي خايبه. ولكن مهم من بعد هذا الشيء علاش بغيت ندير لكم هذا الفيديو، باش نقول لكم السبب ديال الغياب. المهم راه باين عليا شويه العيا، باين عليا شويه ديال التسخسيخ وقله النعاس وهذا. المهم بغيت نقول لكم السبب ديال الغياب هو انني اخيرا 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 ومن بعد تقريبا اكثر من 11 عام ديال الانتظار، فجاه لقيت راسي حامله. هذا هو السبب علاش غبرت، لاني جاني الوحم صعيب بزاف، جاني واحد الوحم خايب بزاف، جاني بالمعده، فما كنقدرش ناكل وخاصني ناكل. المهم مقرفصه شويه، يعني تقريبا الكوزينه فما كندخلش ليها، كناكل غير مسلوق ولي فخوي هكا الا قديت ناكلهم، ولكن صعيب بزاف. دابا الحمد لله كملت 3 شهور، دازت بخير وعلى خير، وخا تقرفصت فيها شويه ولكن المهم هو البيبي بخير وعلى خير، ما خصو حتى خير. شويه دابا بدات كتنقص مني الحرقه، ماشي الحرقه، هي الحرقه باقا فيا المعده، ولكن نقصني داك الضران، دوك لي كريز ديال المعده، ما عرفتش واش نفس فاش كناكل ولا كانت بحال كتلوى ليا المعده، هادوك تقريبا نقصوا ليا. باقي فيا شويه ديال الحريق وشويه حاجاكم تكرع، ولكن الحمد لله يعني شويه نقدر نبدا ندخل الكوزينه، نقدر عاد، لان اصلا ما كنطيبش، ما كندير حتى حاجه الصراحه. الا دخلت الكوزينه فغير تنسلق ولا تندير هكا شي حاجه فوق شويه صافي. وتا هما الدار يعني راجلي وخديجه فكياكلوا داكشي اللي تناكل، بعض المرات كيديبانيو هما في الزنقه، يعني ما هذيك الحداقه مشات وليت زيرو حداقه. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، شكرا لكل وحده كانت كدعي معايا، شكرا لكل وحده تمنات لي انني يعني نكون وليد. المهم باقي ما عرفتش واش ولد ولا بنت. المهم شكرا لكم بزاف 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 على ما كيسولوا فيا. شي وحدين جاوبتهم قلت لهم راه السبب ديال الغياب هو انني حامله، وسبحان الله سبحان الله اللي قلت لي راني حامله سواء من عائلتي سواء من صحباتي سواء من عائله راجلي، تيقول لي واه انتي وستري ما تقوليش. نقول لهم راسي علاش بغيت نستر، لان ربي اللي عطاه ليا من ورا 11 عام ورمى عليا في كرشي هو ان شاء الله قادر انه يحفظوا ليا. واخا نقول لكم واني يعني متاكده ان اغلبيتكم غادي يفرحوا ليا، فدعواتكم معايا وبتبات الحم ان شاء الله ويدوز كل شيء بخير وعلى خير. غادي نحاول مره ندير لكم فيديو نقول لكم يعني فين وصلت. دعواتكم معايا كي قلت لكم بتبات الحمل ديالي، ودعواتكم مع البنات اللي عارفه كاينين بزاف البنات بحال الحاله ديالي،
دعوتكم معهم حتى هما الله يسهل عليهم ان شاء الله عن قريب، لان كيقولوا دعوات الغريب ديما كتكون مقبوله. فما تنساوش تدعوا معايا، بقى طامعة فيكم، واخا دعيتوا معايا من قبل انا نحمل، بقاو دعوا معايا حتى نولد، وندعيو ان شاء الله كلنا مع البنات اللي كيتسناو يفرحهم سيدي ربي بشي وليد ولا بنيه. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، نهاركم مبروك. فيديو نتبارطاجي معكم وما كتبش ندير، قلت اليوم جالسه كنت غادي ندير مباشر نقول لكم اشنو عندي. ورحمه الله، سلام البنات، سلام عليكم كاملات. الحمد لله الحمد لله. اختي كي دايرين نتوما؟ كي درتو مع هاد المشاكل اللي واقعه هاد الايامات؟ على سلامتك، الله يسلمكم، ربي يكمل عليك بالصحه والخير، ربي امين. اختي ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، امين. شكرا اختي ام ساره، توحشكم الخير حبيبتي، يومية ربات بيت عندك وليد، واش عرفتي يا منى؟ جو بونس وليد وليد. عندي وليد، واش عرفتو؟ تخنفرت واه، واش عرفتو؟ واش عرفتي الحياة؟ حيت البنات اللي كيصيفطوا لي ميساجات راه قلت ليهم راه عندي وليد. يا ربي امين، توحشنا جهواتك ام ساره، توحشك الخير حبيبتي، الله يكمل بالخير. شكرا البنات لكم اللي كنت ديما كندعمك، الله يخطيك اختي ايلام، توحشناك، الله يكمل عليك بالخير، فرحت لك بزاف. شكرا بزاف البنات، نزهه ديما في بالي كي وصلتي مع الحماله ديما تندعم. الحمد لله اختي، عندي 6 شهور كلشي الحمد لله مزيان، شويه مع هاد الشهير ديال القزه في الدار زادت في الوزن، قالت لي الطبيبه 5 كيلو في الشهر شويه خايبه، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير. شحال عندك؟ عندي 6 شهور ولكن باقا ما كملتهاش، غادي نكملها في 15 شهر، باقا غادي نكمل 6 شهور. السميه ان شاء الله ان شاء الله تميم كونيكسيون، حتى مازال ما جاب الله وليدات، هكا كنت ديما كندعي معاك. الله يخطيك اختي فتيحه، والله يستر لك انت ان شاء الله على القريب، الله يفرحك ان شاء الله على القريب، ربي يحفظك ويكمل حملك على خير، ربي يجعلهم الذريه الصالحه يا ربي امين. اختي ام ساره الله يكمل بالخير. شكرا اختي مونيا الشعيبيه. حمزه دبينه متبعني في الانستغرام، فاش قلتي الشعيبيه، اش غادي تسميه؟ تميم، تميم يتربى في عزك يا ربي امين. اختي مونيا يخلي لك معزيز عليك، الله يكمل عليك بالخير، ما يهمكش تولدي وتنقصي الوزن على خاطرك. انا ماشي عليا انا زعما نغلاض ولا نضعف، انا هو خايب على الولد الا تزايز بزاف في الولاده، وما كرهتش نولد طبيعي حيت الا غلاضيت بزاف قالت لي سيزاريان، انا ما كرهتش نولد طبيعي. من عرفتك غادي تحملي بكيت حيت انا ما تنولدش اللي حلمت بيك، الحمد لله. الله يجيب لك اختي، الله ييسر لك اختي نزهه، الله يصاوب لك الله يفرحك حتى انت على القارب ان شاء الله. الحمد لله غصه بال، الله يكمل عليك بالخير. شكرا اختي بناتي وكل حياتي، فرحت لك بزاف، الله يكمل بالخير. امين اختي ساره فتيحه، الله يجعلو الذريه الصالحه يا ربي امين. اختي فتيحه الله يكمل بالخير، سوبر كونتونت بور توا، الله يكمل عليك بالخير. شكرا حبيبتي روزايا، الله يكمل بالخير. منيا كي دايره نداركم او ماروك اختي؟ شكون شافهم تيقولوا الحمد لله مزيان جالسين في الدار، دابا بز منهم شويه في الاول المشكل لقيناه مع با ما بغاش يجلس في الدار وهذا، ولكن دابا بز منه جالسين في الدار مساكنش غادي يديروا، الله يلطف بينا في هذا البلاء وصافي. انا غنكمل 6 شهور في 13 شهر 4، انا غادي نكمل 6 شهور في 15 شهر 4، فايتك انت اللي فايتاني بيومين. فرحت لك من قلبي وتوحشتك بزاف، الله يفكك على خير، شحال دعيت معاك انا وماما، انا من اسفي. شكرا اختي فاطمه الزهراء، الله يخلي لك الوالده وشكرا عليا حتى هي. نوره نوره على سلامتك اختي نينا، توحشناك بزاف، كملك بالخير يا ربي امين. اختي نوره كبور. فرحان كبور. حمودي الشعيبيه شانته، الشعيبيه نيت. وشحال في عمرك؟ عندي 40 عام. انا احلام من ليطالي كنت ديما كندعي معاك، الله يخطيك اختي احلام، الله يخطيك، الله يكبر بك، فين شاده كبور الله. كو ديفو لو بروتيج. شكرا حبيبتي ريتاس ماما، مبروك اختي. شكرا اختي، سلام اختي امينه كي دايره، توحشناك بزاف بزاف، الله يخطيك اختي نور بانو،
يوميات تربت بيت، الله يفك على خير وكمال الصوره يا ربي يا اختي، ويحفظك انت وليداتك وكل ما عزيز عليك. رحمه الله يفرح كل وحده يا ربي، والله يسر كل وحده، والله يعطي لكل وحده انا كنتمنى في خاطرها يا ستر ربي. رجعي اليوتيوب والله الا توحشنا شي هواتك، غير البارح والله العظيم عملت كيكه الليمون جات مزيونه بزاف بالصحه وراه اختي ام صالح. دوزت واحد الاول ديال الوحم صعيب بزاف، فكان مستحيل 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 انني ندخل الكوزينه ونطيب. ما كنت كناكل والو، يلاه بديت كنريكوبير شويه ورجعت كنطيب شويه، تنقول تنقول غادي نرجع ندوز معكم رمضان ان شاء الله، ومن هنا رمضان يحمد الله. سلام الزين كي داير لاباس عليك، الله يكمل بالخير وتربى في عزك. شكرا اختي الهام، الله يخطيك حبيبتي، والله يفرحك انت ببنيتك ان شاء الله، الله يكمل عليك بالخير اختي ويفرحك به ان شاء الله يا حبيبتي حنان، والله حتى فرحت ليك، الله يكمل عليك. شكرا اختي شيماء، الله يخطيك.